ويلكم ان كليك الاصطناعي راح تشوفون انه وصف رابع دراسه ممتعه جدا على الفيزيك وراح تمشي تحسن انه انت كلينيشن وبدات تشتغل على مريض. انا دكتور عبد الناصر اختصاصي الجراحه العصبيه، ان شاء الله راح تشوفوني بالبلوك الثالث في كثره. درسنا وياكم هذا اليوم ما راح نعيد الكلام اللي انتم سمعتوه خلال العشر ايام الماضيه، راح نتعرف على نقاط مهمه بالهيستوري تيكنج. طيب، what is history taking? Why do you emphasize and concentrate on history taking? إحنا ليش نقدر نهتمي بالhistory taking أو العلم؟ أكو قاعدة بالclinical practice تقول 70% من proper diagnosis, accurate diagnosis depends on history taking. 70% من تشخيصك الحالة المرضية أو الأكيوريت دايجنوسيس يعتمد على البروبر هيستوري تيكينج. ال 20% باقية على الكلينيكال أسسمنت، والعشرة بالمئة الأخيرة هي على الانفستيجيشنز كلها، راديولوجيكال لاب هيستوباثولوجي، هذا كله عالية 10%. نرجع نقول ان 70% هي الهيستوري تيكينج، يعني مثلا المرحله لو ويانا لو علينا. زين، سو وات از هيستوري تيكينج؟ وشنو الهيستوري تيكينج؟ بعض الاولد سكول يقولون هيستوري تيكينج از ان ارت، يعني فن، يعني تعتمد على شطارتك انت كمتحدث ولباقتك شلون تطلع الانفورميشن وتوصل للدايجنوسيس. So it is an art, but it is a step by step systematic, not automatic. يعني شنو؟ أنا حتى أوصل لهذا البنج اللي قدامي مو أقمز له، أروح لخطوات. So this is a step by step، يعني عندنا خطوات بدنا نمشي عليها حتى نوصل للي نريده اللي هو على الأقل differential diagnosis، والشاطر هو اللي يجيب ال proper diagnosis. How to start؟ شلون راح نبدأ؟ شلون راح نبدأ بالhistory taking؟ First introduction. First examination مفهوم. صاين الجراحة العامة عندي مادة معينة لازم أتكلم. First introduce yourself as a healthcare practitioner or professional. تجي تقدم نفسك للمريض على أنه أنا طبيب، أنا طالب طب. Second take permission to proceed. استأذن من المريض أنه آخذ منك معلومات أنه أنا أمشي وياك حتى نكمل. الهيستوري مالتك. Second step is what is so called the patient's ID، هوية المريض، البطاقة التعريفية للمريض. كل واحد من عندنا بجيبه هوية تعريفية بها اسمه، الجنس، مواليده، يعني عمره، ممكن البلد جروب، ممكن هاي كلها انتم المفروض تعرفوها. So the second step after permission and introducing yourself is what is so called the patient ID from information data، بطاقة معلومات المريض. Give me name, age, gender, blood group and date of admission. طيب، النقطة اللي أنا معني بها واللي أريد أركز عليها هي تتبع الـ history of present illness. الـ present illness، history of present illness، أكيد أنتوا عرفتم أنه ناخذ من أول حكاية نسأله للمريض اللي هي شنو؟ شو تقول له للمريض؟ لا تقول له شبيك ولا ليش جيت، راح يدخلك بقصص طويلة عريضة وما تخلص. سؤال سموه direct leading question،
ايش جابك للمستشفى او شنو اللي دخلك للمستشفى، شنو الحاله اللي صارت عندك مستوجبت انه تدخل للمستشفى. اوكي، هاي واحد. اثنين، never depend on the patient's diagnosis. يعني يقول لك دكتور انا جيت دخلت المستشفى عندي زايده، اقول له لا انت لا تقول لي زايده، زايده تشخيص مو. قول له شنو اللي صار عندك، الاعراض اللي صارت عندك، صار عندك pain، صار عندك nausea، vomiting، صار. قول له معطي نهايه، لا تعطيني التشخيص، لا تقول لي انا جيت اسوي عمليه مراره. قول لي انا صار عندي pain ونوزيو vomiting، صار لكذا صار لكذا، وطور الحال الى انه وصلت العياده والعياده دزني المستشفى. نرجع ناكد، تساله شنو الشغله او شنو الحاله او الاعراض اللي خلتك تدخل للمستشفى. هذا اللي اريد اوقف عليه. اثنين، وهو محور درسنا لهذا اليوم، هو الهيستوري فور تروما بيشنت. تمام، احنا عندنا مرضانا اذا تروما اور نون تروما، صح؟ فالنون تروما انتم اخذتوه خلال هاي العشر ايام كلها، اخذت الابندكس و و و و غيره. الان درسنا هو عن التروما، هيستوري فور تروما. طيب ليش الهيستوري فور تروما؟ الهيستوري فور تروما اكيد مو كل الانفورميشن راح تاخذها بسلاسه من المريض او الريلاتيف مالته او الكومبانيون المرافق مالته. وعليه اكو تشيك ليست للهيستوري فور تروما تضمن الخطوات التاليه، او تضمن الخطوات التاليه. فيرست، ديفاين وات سورت اوف تروما او وات تايب اوف تروما. يعني انت تعرف المريض وتقول مريضنا هو victim of full of mind of road traffic accident of bullet injury of forensic assault. أول شيء define what sort of trauma or what type of trauma. Second, has there been any period of unconsciousness and for how long. مريضك فقد، وين صدريتك عمو؟ البس هلمي، البس صدريتك. Has there been any period of unconsciousness and for how long؟ مريضنا فقد الوعي، وش قد طول فقدانه للوعي؟ Third, has there been any revealed bleeding؟ مريضنا صار عنده bleeding، يعني أحد شاف أنه صار عنده bleeding بساعة الحادث، أو هو قال لك أنا صار عندي bleeding، وش قد هذا bleeding؟ إيش قد على الأقل rough estimation؟ يعني راح يقول لك دكتور ملابسي كلها غرق الدم، جيعان غرق الدم وهكذا، يعني يعطيك، أو يقول لك دكتور إيش فد نزف بسيط، كدمة بسيطة. أربعة، time period from onset of trauma to first emergency unit. نعيد. Time from onset of trauma till first emergency unit. يعني الوقت اللي استغرق المريض من ساعة الحادث إلى وصوله لأول وحدة طوارئ. مو وصول المستشفى، ممكن هو راح المستشفى الشرقاط، ومستشفى الشرقاط سووا له اسعافات اوليه وحطوه بالاسعاف ودزوه المستشفى التعليمي، فانت تعتمد على انه شوك توصل اول نقطه طوارئ. تمام، وبعدين نقول انه اسعف او ندز بالاسعاف وهيك طول يلا وصل للمستشفى التعليمي. النقطه الاخرى، ambulatory team أو ambulation team أو ambulance team، يعني كلها هاي من كلمة إسعاف ambulation. Who ambulated the patient from the scene، يعني من مكان الحادثة. هل اللي أسعفوه هم أقارب؟ هل هم ناس عابرين سبيل بالشارع؟ هل هو فريق إسعاف يعني professionals؟ فقلنا الخطوة الأخرى هو ambulated the patient. زين. سبعة، has there been any focal neurological deficit؟ المريض
صار عنده أي focal neurological deficit. focal neurological deficit ممكن تكون fit, ممكن تكون motor deficit. زين, فنسأل المريض أو المرافق اللي عنده, شفت عنده فد حركة رجفان مو طبيعي, شفت عنده فد عطل بإيد أو برجل أو كذا, تمام, أو حتى بالعين. زين, إن شاء الله بالبلوك الثالث راح تعرفون شو الفوكال نيورولوجيكال ديفيسيت. هسه عندكم تفهموها ببساطة, ممكن تكون فت, ممكن تكون موتور ويكنس, ممكن تكون ابنورمال اي اور ليب موفمنت, يعني ممكن يسوي هاي هم فوكال نيورولوجيكال بس, أو بس يسوي العين من الشكل. زين, أو عنده عين راح تسوي نستارنس, هذا كله فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت. تمام, النقطة الأخيرة, إذا مريض نواعي ونقدر نحكي وياه نسأل عن last tetanus vaccine. last tetanus vaccine, هل أنت ماخذ لقاح قزاز؟ راح أقول لك دكتور أنا مرة انجرحت بقزاز وخيطوني. لا أقول مو انجرحت بقزاز, ممكن انجرحت بقطعة حديد حارة حادة عفواً ملوثة بسمار بشي, وأخذت أبرة قالوا لك هاي ماي قزاز. تمام, بالنسبة للفيميل يأخذون, أتصور أخذتها بالماتيرنال كير أنه يأخذون بالبريجنسي. تمام, والتشايلد بيرينج. تمام, ألو, السلام ورحمة الله. تكريت.